إذا للوقوف عند تطبيع تركيا مع نظام الأسد واعتراض الولايات المتحدة عليه، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو. أستاذ يوسف، مرحبا بكم. الخارجية الأمريكية تدعو إلى عدم تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، ما مصلحة الولايات المتحدة من عدم تطبيع تركيا مع نظام الأسد إذا كانت هناك نية فعلا للتطبيع مع الأسد؟ أستاذ يوسف تفضل. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. بداية، يعني الموقف الأمريكي هو النفاق السياسي بعينه، يعني هل هي يعني حريصة على مصالح الشعب السوري وبالتالي تطالب بعدم أن يكون هنالك تفاهمات سياسية، وهذا التفاهمات ليس تطبيع. تركيا فتحت قنوات للحوار والتفاهمات، وسمها إن شئت تقاربات سياسية لحل مشاكل عالقة وملفات شائكة مهمة من خلال الحوار المباشر والتفاهم المباشر في ظل رعاية روسية. الموقف الأمريكي هو النفاق السياسي، من حيث أن هي التي سمحت لهذا النظام أن يستخدم الأسلحة الكيميائية عام 2013، وفي ذلك الوقت أوباما لم يفعل شيئا لحماية الشعب السوري، وما يزال نفس الموقف الأمريكي هو الذي الآن ينهب، وهو الآن يسيطر على موارد سوريا الاقتصادية من بترول وغاز وفي شرق سوريا في البادية، ويجعل أن هنالك أزمة خانقة على الشعب السوري الذي يعاني، وليس النظام فقط. وأيضا لا ننسى قانون قيصر بحجة معاقبة النظام، هو الآن يطبق بإحكام ويجعل من الوضع الاجتماعي في تدهور مستمر. إذا أمريكا حريصة ليست على الشعب السوري، إنها على مصالحها، وبالتالي هذا نقطة. النقطة الثانية هي تريد أن تعطي درسا أو تحاول أن تعيق ما تقوم به تركيا بسبب تقاربها مع روسيا ومحاولة التقارب مع النظام لإنهاء حالة الانقسام والوجود الأمريكي الغير مبرر في الداخل السوري ودعمه المستمر لمجموعات تعتبر تركيا أنها إرهابية، BYD، YPG، قصد PKK وغيرها. أستاذ يوسف، تركيا من جهتها ترى أن التقارب مع نظام بشار الأسد كما وصفته أنتم هو الهدف منه حماية حدودها بعد الهجمات الإرهابية التي باتت تطال الداخل التركي، ولكن لماذا لم تقدم الولايات المتحدة ما يطمئن تركيا بدلا من معارضة تقاربها مع نظام بشار الأسد؟ ما السبب في ذلك؟ لأنها يا سيدي هي جزء من المشكلة ولن ترضى أن تكون جزء من الحل. هي لديها مخططها الاستراتيجي في تلك المنطقة الغنية بالثروات والغنية بكل ما يلزمها من مصالح ومنافع تصب لمصلحتها وليس لمصلحة شعوب المنطقة، لأن أمريكا تريد تقسمة هذه الدول على أساس عرقي مذهبي، وبالتالي لا مصلحة لها أن يكون هنالك تعاون مع تركيا، ولا مصلحة لها أن تتخلى عن دعمها لميليشيات مسلحة هي تهدد الأمن القومي التركي، وبالتالي أمريكا جزء من المشكلة ولم تكون جزء من الحل، وتركيا تعي ذلك تماما. وتركيا تقول لأمريكا ولكل الدول الداعمة، ما يسمى دول التحالف لمحاربة الإرهاب وداعش، بأن تركيا هي المهددة بأمنها القومي، هو المهدد. هل الأمن القومي الأمريكي مهدد أو الأمن القومي الأوروبي مهدد؟ ما شأن أمريكا ومن يدعمها من دول أوروبية في سوريا؟ بناء على ماذا هي موجودة في سوريا؟ يقال لك لمحاربة داعش، وترامب قال أوباما صنع داعش وقضينا على داعش، وبالتالي هذه الأكذوبة وهذا النفاق السياسي هو لذر الرماد في العيون، ولا أحد يستطيع أن يعطي إملاءات على تركيا ماذا تفعل وماذا لا تفعل. وتركيا عازمة على أن تقطع حبل سرتها بيدها، يد على الطاولة ويد على الزناد. أستاذ يوسف، القارئ لتصريحات الولايات المتحدة وأنها ترفض التطبيع أو التقارب مع نظام بشار الأسد، حيث أن الولايات المتحدة وصفته بمنتهك القوانين الدولية، هل ترى أن هذا الرفض هو محاولة لتأليب المعارضة السورية على تركيا؟ تعتقد ذلك؟ ربما هي محاولات بائسة ومحاولات يائسة لأن تلعب دورا في ظل التهميش الحاصل الآن لأمريكا دبلوماسيا وسياسيا من خلال التقارب التركي السوري. يعني أصبحت الآن تركيا ليست بحاجة إلى وساطة أمريكية أو وساطة ثالثة
أو ربما تريد أن تسحب البساط من روسيا ويكون لها دور، نعم ولكن ربما أيضا أن أمريكا الآن تريد التهديدات الإعلامية لحماية حلفائها من الميليشيات الكردية، لأنها تعلم علم اليقين بأن تركيا إذا ما قالت فعلت، وبالتالي التعاون ربما التركي السوري ضد قسد وبي واي دي وواي بي جي سيجعلها في مأزق، وربما تكون هنالك عملية عسكرية مشتركة ضد الأطراف التي تهدد الأمن القومي التركي وأيضا تهدد وحدة الأراضي السورية، وهذا لا ترغبه أمريكا، لأنها في ظل لا أمن ولا استقرار سيكون لوجودها مبرر وسيكون لها مكان في على الأرض السورية، وهذا لن يخدم مصالحها. أستاذ يوسف، هل تركيا وضع شروطا للتطبيع مع النظام السوري؟ هل هناك شروط محددة معينة؟ يا سيدي أعيد وأكرر، لا تطبيع مع النظام السوري وإنما توافق وتفاهمات وتقارب نعم. سياسي، ونعم هنالك شروط، وهذه الشروط وضعت على الطاولة، وشرطان أساسيان وملفان أساسيان. الشرط الأول هو محاربة التهديدات للأمن القومي التركي من خلال التعاون المشترك الأمني والاستخباراتي، وأن يكون هنالك تفهم، لأن تركيا لن تسمح بأن يكون هنالك تواجد لهذه المجموعات المسلحة التي تعتبر إرهابية، وعلى رأسها البي واي دي والواي بي جي، بي كي كي قسد وداعش وغيرها، هذا أولا. وتركيا جاهزة أن تقوم بأي عمل مشترك سواء مع الضامن الروسي في ضمان هذا الأمن القومي التركي وتأمين المناطق التي يجب تعهدت أمريكا وروسيا بإخلائها 30 كيلومتر عمقا، هذا أولا. ثانيا الملف الثاني وهو ملف المهجرين، ملف المهجرين وهذه المعارضة هي جزء من الشعب السوري، وهي لهم لا، هؤلاء ليسوا إرهابيون، وتركيا ضامن عن المعارضة، ولكن يجب أن يكون هناك تفعيل للحل السياسي والدبلوماسي من خلال القرار 2254، وتركيا ترى بأن هذا يمكن أن يتم من خلال الحوار وفتح قنوات الحوار، ولا داعي أن يكون هنالك أطراف أخرى ربما لديها مصالح في استمرار هذه الأزمة التي طال أمدها أكثر من 11 عاما. أما الملف الأخير بالنسبة لتركيا وشرطها هو التعاون في ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. نعلم أن هنالك ثروات تم اكتشافها، وهنالك محاولة تهميش تركيا من قبل اليونان وقبرص وإسرائيل ودول ومصر وغيرها، والآن هنالك استدارة من قبل تركيا تجاه كل من مصر والكيان الإسرائيلي، والآن إلى سوريا أيضا، لمحاولة أن تكون أيضا تركيا لاعب أساسي في موضوع ترسيم الحدود. إذن هي قضية مصالح ومنافع مشتركة، ولكن ليست على حساب ما يسمى دعم المعارضة السورية، ليست على حساب الأمن القومي التركي. طيب أستاذ يوسف، بالأمس التقى وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو بقيادات في ائتلاف المعارضة السورية، ولكن هل ترى أن التطمينات التي أطلقها وزير الخارجية مقنعة إلى حد ما بالنسبة للمعارضة السورية؟ يا سيدي الهدف هو ليس إقناع المعارضة السورية، الهدف هو التعاون المشترك في ضرورة معرفة أن تركيا لن تضحي بالمعارضة السورية ولن تخذل المعارضة السورية، ولكن هنالك ما لم يؤتى بالمسارات الدولية يمكن أن يؤتى بالحكمة وبالسياسة التركية، وهو عبارة عن تعاون وعبارة عن تفاهم وعبارة عن تشارك في الرؤية السياسية التركية الجديدة، وأيضا إعلان ذلك هي رسالة مبطنة إلى النظام السوري وإلى موسكو أيضا، لأن لن تكون هذه المقاربة وهذا المسارات الجديدة السياسية على حساب المعارضة، لذلك اللقاء كان علنيا، والتصريح من وزارة الخارجية ووزير الخارجية منصور أيضا كان للإعلام جميعا، وهذا يدل على ما يسمى سياسة التوازنات في حل المعضلات والمشاكل القائمة، تماما كما حدث ويحدث مع الملف الروسي والأوكراني. عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، شكرا جزيلا لكم.